في التاريخ بالتاريخ اللبناني العريق رجال تركوا بظروف مختلفة أو حتى سيدات بعد شوي منشوف مع كارين ظهروا إلى خارج لبنان وقدروا يوضعوا بصمة مثل كارين اللبنانية. قررت كارين كمان يكون إلى إيد بكتابة التاريخ، من هون فكرة إكخير الإستوار اللي عم نشوف حلقاتها على شاشة الام تي في أسبوعيا واللي بتستضيف شخصيات من أصل لبناني لمعت بالخارج ممكن تكون مغيبة عن لبنان أو عن المجتمع اللبناني أسمائها. كارين اللي هي ضيفتنا اليوم ببيناتنا هي زميلة عزيزة بداية. صباح الخير. صباح الخير. وكتار ما بيعرفوا لأنك أنت بتقدمي الفقرة فأنت كل الوقت بتكوني عم تطرحي الأسئلة مش عم بتجاوبي. ما بيعرفوا أنت حملتي يعني حاملي ديبلوم بالأدب الفرنسية من السوربون ورجعتي عملتي دبل ميجر بلبنان اللي هن كوميونيكيشن أرتس وبوليتيكال ساينس، فمن هيك ثقافتك ومعرفتك يعني واسعة وشاملة وبتعطيكي مجال أكتر أنك تحكي عن مجموعة كتب كبيرة بتضطري أنك تقريها، يعني أكيد. مش بس مسقفة وبتنجبري تتسقفي بعد أكتر. والسقفة ما إلها حدود نادية، هذا سلوغان أنا يعني أطلقته وبحبه، أنه قد ما بتفكري حالك تعلمتي وتسقفتي بضل فيه. هو مهم يكون عندك الشغف أنك تكوني عندك هالاستيعاب لكتير أمور، وكل ما الإنسان يكون متسقف بيكون منفتح للآخر بيكون عم بيصنع السلام، وهيدا اللي احنا عاوزينه بالقرن ال 21. صح. انت كمان كتبتي عده كتب، كتبتي كتاب ثلاث كتب لليوم ايه. وعم تحضري كتاب هلا بحضره، اخذ شويه وقت لانه كتاب اخر كتاب يعني مون بير لو دو موند كتبته لما توفى البابا، يعني كتب حاله بحاله، انا ما كنت حتى مفكره اكتب الكتاب، بس اليوم بدي اقول انه الوالد الله يرحمه بي ريمون هو من صانعين التاريخ ايضا، هو كان يقول بهالحياه او بتقرري تقطعي مرور الكرام او بتحطي يعني بصمتك الخاصة وبتصيري رجل أو امرأة من هالتاريخ. وأنا اليوم عم جرب أمشي كمان على خطى. على كل حالة بتابعك بحس أنه أنت متأثرة فيه كتير للوالد الله يرحمه. وأنا بحب أقدم له أصلاً كتب التاريخ إكري ديستوار هالسيرية الثانية بقدم له إياها، وأنا بعرف أنه من فوق عم بيحضرها وبعتبر إن شاء الله يكون فخور. أكيد أيضاً. بيكون فخور فيك. منين أجت الفكرة أنك يعني تقابلي هالشخصيات؟ نعم نادي أنا بطبعي كتير هيك يعني أمبيسيوز، بحب طموحة وما بحب الروتين، وإجت الفكرة أولاً من استضفت عبر السكايب، يعني كمان حتى السكايب وفوتته بالسقيفة الكاتب يعني المشهور أمين معلوف، وطلع بالي اتعرف عليه أكتر. وهون كمان بدي أتشكر كتير المخرج شرب اليوسف اللي آمن فيي، وهو كمان يعني الفكرة إجت يعني دعماً منه ايضا. تحيه. هو رفقك على كل حال. على كل حال هلا بدي احكي عن كل التيم وعنه، لانه اليوم اكيد الاستوار اكيد كارين بستاني، ولكن خاصه اكيب كثير كبيره. وبحب اشكر وابدا بالشكر للمخرج شرب اليوسف اللي عنده يعني هو ارتيست فنان، منه مخرج بحب الامور مثل ما هي، عنده نظره. عم بيقول لي بدي انت ما تقول عني هيك على الهواء انا بستحي. لا ما يستحي، انا حتى طلبت انه يجي يقعد بس ما بده، بحب يضل وراء الكواليس. على كل حال هن الناس اللي اكثر شيء اليوم من وراهم نحن موجودين وبننجح يعني. واكيد المنتج جوزيف صايغ اللي صاروا اصدقاء، يعني السفره وقت نعملها فيها متاعب كثير، وما تفكر انت بتشوفي البروجي فيني يعني الريزلتا رائع، ولكن بنتعب بنقعد بلا نوم، بيصير في مصاعب، بينسرق شنط، يعني صار معنا كثير امور بتضحك وبتبكي، بقى كلنا بنتكاتف وبنكون حد بعضنا، يعني هيدا كتير مهم. وما بنتخانق، يعني هيدا كمان حلو انه يكون عندك كلنا ذات الروح، يعني اكيد هلا كلنا عم نعصب كلنا بس تكونوا عائله واحده عم تشتغلوا بهدف واحد، وهيدا كتير مهم عندي انا. يعني انا كيف اخترتي كارين الشخصيات اللي بدك تقابليها؟ يعني مش هين توصلي لهم تعرفي من اللي راحوا واللي نجحوا، لانهم كتار المغتربين برات لبنان. ما في شك. وقت بدات سنه الماضي باكرير الاستوار كنت بس كنت حب الكتاب العالميين، ومن بيناتهم كان في اثنين اصلا لبناني، امين معلوف وفينوس خوريغاتا، لكن بعدين حبيت اطور لانه اليوم لسوء الحظ اللبناني من بعد 35 سنة حرب نادية صار عنده مثل إحباط، ويعني بتحسي قرف من الحالة اللي عايش فيها. ولو بدي نكون أنا كثير بوزيتيف بس أيام بقرف بشوف شو في حوالي بقول مش معقول ما عم بصدق أيضا، ولكن في لبنانية بيطلع عبالك
ترجعي تقولي أنا مفتخر أن يكون لبنانية. وهيدي هي الصورة اللي تحبي أرجع أعطيها خاصة لللبنانية اللي بلبنان وأيضا لللبنانية اللي برات لبنان. أرجع خليهم يحسوا أنه في لبنانية بحبوهم، في لبنان مشتاق لهم. فاخترتي هالشخصيات، كيف قدرتي توصلي لهم؟ ايه هيدا هيدا شوي سكري انا سكري هيدا هيدي سر المهمة. عندك علاقات؟ عندي علاقات سي اي اي طلعتي هيك شيء سي اي اي اف بي اي كجيبي خليط كبيبي لانه انا كريم بستاني. اولا اول علاقات كانت اكيد علاقات مع الناس بالادب، وانا اللي كان 3 سنين عم بقدم وانا كاتبه وشاعره كانت اهين، ولكن هالسلسله اللي هي مع ناس من مختلف المجالات، يعني بتشوفي رجال اعمال، بتشوفي رجال يمكن انتربرينورز بالتحديد، بتشوفي ناس بالقانون، قضاة، بتشوفي ساينتست مثل دكتور شارل العشي. خلينا ما زال عم نحكي هيك. نعم. مين الحلقات اللي شفناهم لهلا؟ شارل العشي. نعم. في نازا. نعم في دكتور شارل العشي من نازا، تحيه كثير كبيره له، انسان مميز وكلهم مميزين. بدي اقول لك قد ايه هن مشهورين وقد ايه يعني نحن بدنا كثير نوصل لهم، ولكن عندهم هالتواضع، مش بس هالتواضع، هالاهتمام للاخر. يعني كلهم كانوا عم بيشوفوا انا كيف عم بكتشفهم، ومبسوطه اني عم بكتشفهم واني مبسوطه اني معهم، لانه هن بحد ذاتهم مدرسه. هن كمان مبسوطين انه انا موجوده وكمان مقدرين وجودي. يعني هذا شيء رائع ما بقى تشوفيه بلبنان. ما بقى في كثير هون عم نشوف صور بقلب النازة ايضا. ونحن كنا من اول يعني اول تلفزيون لبنانيه بتفوت على النازة بكفتنا نحن، ومع اكيد انترفيو حصريه لمده ساعه مع دكتور شلعشي وببيته كمان. يعني استقبلنا لاول مره ببيته، وعن جد شكر كثير كبير هون مع الاكيب. بنشوف كمان المخرج والمنتج كمان مع جو شربل. جو شربل وايضا القاضي جيمس كادو اللي تعلمنا منه كثير، اللي هو مرجع الجاليه اللبنانيه بلوس انجلوس، وهو اول قاضي من بالسبريم كورت بالسبريم كورت بلوس انجلوس خلقان بلبنان. يعني هذا شيء رائع جدا، ولاول مره بحياته بيعمل اطلاقا. كمان مستر أنتوني فينسنت الزعني، هالإنسان المميز اللي هو برجع بقول مدرسة بحد ذاته اللي حضرناها سبت الماضي، أيضا أول مرة إطلاقا بيعمل، مع أنه هو من أغنى الأغنياء ولكن كتير لو بروفايل، وفرجينا لأول مرة كمان حصريا الكوليكشن كارز اللي عندهم إياها. يعني فتحوا لي بيتهم وقلبهم وكل أسرارهم، وحصريا كمان فيها العلاقة الإنسانية. يعني هيك حبوني، لقيوا أنه في ثقة، وأنا هذه بتشكرهم لإلا، وهالثقة اللي قدرت منهم أعطيها كمان لكل المشاهدين أيضا، وكتير مبسوطة وفخورة. شو حرصتي أنك تسألي كل واحد منهم كارين؟ شو السؤال اللي قلتي لازم أعرف مثلا شو سر أو شو أثر فيه الجذور اللبنانية، شو أثرت فيه؟ أو بدي أحرص أسأله إذا هو بفكر يرجع على لبنان ليفيد الباقيين من خبرته. كل حدا بكون عندك سؤال معين. أكيد في مجموعة أسئلة طويلة لما بتعدي ساعة مع الناس بكون عندك أسئلة كتير تسأليها، بس في سؤال بكوني أنت جا بالك تعرفي جوابه. أي أكيد. مثل ما كنت عم بقول انه لكثير من الناس اللي عم تسال، انه اليوم كل استوى كل حلقه هي مختلفه عن الثانيه، مع انه هي سلسله حلقات، لانه كل حلقه بتشبه الشخصيه اللي انا عم بحاورها، وكل شخصيه لها اكيد قيماتها والبوان فور، بس في كمان امور شوي بتضايق. يمكن تنقول مستر أنتوني زيني قاله من سنة 1961 ما إجا بس مرة بحياته على لبنان، وقت قلت له من وقتها لليوم قدي بتحب لبنان ليه ما رجعت، حسيت غص لأنه قال لي ملتهي بشغلي، بس هيدا منه جواب. هو فزعان يرجع يشوف لبنان اللي هو منه معود له، وهو قال أنه أنا فزعان خاصة رجع شوف الشعب اللبناني اللي مغير، أنه بعلبك ما رح تكون مغيرة، بس الشعب اللبناني ونفسيته هيدا اللي بيفزعه منه. من الستين لهلأ أكيد تغير. من الستين أنا بقول من 10 سنين لليوم كتير تغير الشعب. دكتور شارل عش إنسان أنجز الكثير، وصل على المريخ. يعني هو أكتر اسم فاميليير بلبنان على أي حال، يعني من المختلف
محاربين لبنانيين موجودين بالخارج وناجحين. نعم. في اسماء كارلوس سليم غصن. كارلوس غصن مزبوط. هلا انا بحب اقول انه بهالسلسله في ناس معروفه من اللبنانيين، ولكن الاكثر هن المش معروفين. وهذا الحلو. الحلو هذا الحلو. كلهم بيقولوا لي كارن ثانك يو لانك عم بتعرفينا، ما بصدق في هيك لبناني بامريكا، ما بصدق في هيك لبناني بفرنسا. ما هيدا لازم انه اليوم مش بس المعروفين، المعروفين كتر خير الله قدرنا نعرف عنهم، ولكن اللبنانيه اللي بعد نحن بلبنان ما سمعنا فيهم مزبوط. بدنا نعرف عنهم. وانا أكثر. اليوم بتوجه كثير للجيل الجديد، لانه اليوم نحن كلنا عندنا اولاد وعندنا مراهقين. اليوم شو هن، شو مين مثالهم؟ بتمنى ما يكون سياسي عم يحضروه، خاصة ما نكونوا سياسيين ما عم يحضروك هلا. معلي تحية لكثير منهم، ولكن بلوم كثير منهم اللي بخبطوا بعضهم وبكبوا على بعضهم مي وكراسي. يعني اليوم مش هالصورة اللي حابين نعطيها لا طبعا نعطيهم مثال الناجح. نعطيهم مثال الناجح. اليوم مش بس المثال الناجح هو براد بيت او اني سينجر او اني نعم، يعني انه حلو منيح مش عم نقول لا، بس في ناس عملت بحياتها عندها قيم، انجزت امور كثير مهمه. انجزت مع انه مثل ما كنت عم تخبريني كثير منهم راحوا ما عندهم شيء، يعني هاجروا وبتركوا لبنان، هاجروا وكان ما عندهم شيء وقدروا يوصلوا لهال. كلهم بعمر كثير صغير، وحتى مستر فينسنت زعني راح يعني اهله اللي هاجروا وبعمر 6 سنين. مين اللي عم نشوفها؟ ايه هلا بعد ما حضرناها، بعد حضرنا حلقتها شانتال فخالي، تحية كتير كبيرة لها لأنه أصبحت صديقة وبنضلنا على تويتر سوا. شانتال هي يعني بروديوسر من أهم اليوم البروديوسرز بهوليوود، فلومة مثل سوبر 8، ترمينيتر، ذيس از إت، هي وراء هذا. وبتحكي لنا إياها يا كارن تاخذنا على هوليوود. نعم احكي لنا إياها تاخذنا على هوليوود. وأي أصلا في حلقة بعد كتير حلوة جاية عن هوليوود. في ستات، طمنتيني إنه في ستات كمان. أكيد في ستات، هلا أغلبيتهم رجال، ولكن أكيد وأنا بتعرفيني قديش سوي فيمينيست ومع الإمرأة الناجحة. واليوم تحية كمان بدي أقول لكل الناس عم تبعت لي اليوم. يوم حدا برونو جعارة بعت لي إنه we are proud to have women like you. ومش أنا بس، I am proud of all the Lebanese women اللي كل واحد بالفيل تبعوله بالمجال تبعوله عم بيقدر يقدم شيء حلو وشيء أهم شيء بيفهم فيه. اليوم أنا كمان عندي تعليق إنه كل شيء حلو على التلفزيون، كلنا عاوزين سياسة، كلنا عاوزين انترتينمنت، بس كلنا عاوزين أيضا برنامج ثقافي اجتماعي واللي عم بينجح فيه اللي صار إنه عم بيجمع كتير أمور، يعني السفر، الناس عم تكتشف بلد جديد، منطقة جديدة، أهم شيء الشخصيات اللي ما بيحلموا يمكن إنه يتعرفوا عليهم عم بفوتوا على حياتهم الشخصية الخاصة كيف نجحوا. يعني حتى إذا فيهم بياخدوا رسات إنه كيف يعمل هذا الإنسان نجح، أنا حلمي يصير بالنازة، كيف ممكن أوصل على النازة؟ عم بعطي إكزامبل. كيف ممكن من إني بعمر 6 سنين غني تليجرام تأربح ساندويشتي بالنهار، بعمر 50 سنة بصير أغنى أغنياء بأمريكا؟ يعني هودي كلهم. وأيضا انترتينمنت لأنه بتشوفي عدة لأنه أمور. بيصلي على كل حال، أهم شيء بيعطينا إياه بيعطينا الأمل بأنه الإنسان بيقدر يحقق طموحه بس يحط براسه. كارن في رعاة آمنوا برسالتك وبرنامجك وحبوا كمان يساعدوك يكونوا سبونسرز للبرنامج. ما في شك. أنا بحب أول شيء حابة تتشكريهم. أكيد أول شيء بحب أتشكر الـ MTV اللي آمنت، لأنه البروجي أنا جيت قدمت لهم إياه. وبعرف قد ايه اليوم مش بس الام تي في عالميا السقيفة وال يعني ما بتجيب، مش هي اللي بتجيب، ما بتبيع، بس اليوم مثل ما بعتت اكزامبل انه اليوم اذا فتت على باتيسري بس بتبيع اكلير مجبوره تاخذي بس اكلير. يعني اذا اليوم تلفزيون بس عطت انترتينمنت او بس عطت سياسه مجبور المشاهده، بس هو اهم يعني اهم دور اليوم للإعلام إنه يسقف. ونسيوا العالم، لسوء الحظ نسي. أنا عندي شركة أدفرتايزنج وماركتينج، بعرف قد مهم الماركتينج، بس كمان قبل تعطي كاليتي. واليوم إذا فتت على هالباتيسري وشفت إنه في إكلير وباتاشو وتارت تاخدي. يعني اليوم إذا تلفزيون مثل الأم تي في قدمت شيء مثل إكلير الإستوار، العالم عم بتحب كتير لأنه شيء جديد وشي عباله العالم انه يتعرف عليه، وشخصيات عن جد حلو انه نضوي عليهم. واليوم كمان من اليوم من بيناتنا بحب اشكرهم واشكر سبونسر. اليوم سبونسر هن تو سبونسرز بحب اشكرهم من قلبي اللي امنوا فينا. اير فرانس، شكر كبير لذوقهم وعلاقتهم اللي كتير حلوه
مع الكلاينت، هن اللي قدموا لنا. نحن تيم كبير، نحن هلا بحب احكي عن التيم كمان، نحن كتار من اشخاص على امريكا قدمت لنا كل شيء وبزنس كلاس وايمنت فينا، واكثر يعني اكثر شيء اير فرانس عم تبعث لنا كومنتس حلوين، وبشخص مارلين سيدي، وايضا نيسان يعني دبي اللي كمان ايمنوا فينا وحبين كمان البروجرام لانه عم نضوي على ناس كمان معروف. اكغير لسواغ الحلقه الجاي امتى اي ساعه مع مين رح تكون، والتيم اللي رفقك مين لانه بلش وقتنا يخلص لنكون انا التيم اللي رفقني مثل ما قلت برجع بتشكرهم كلهم، المخرج شرب يوسف والمنتج جوزيف صايغ، الكاميرامانية نصري صغبيني، جورج ما بعرف عائلته، دوري عون، وايضا الهيد اوف برودكشن جورج صعب، والهيد اوف برودكشن سليم فارس. بدي اشكرهم كلهم، بدي اشكر ميزون ربيع كيروز اللي لبستني، وايضا ازي واسطى. بدي اشكر كمان بامريكا يعني نايجل هاوس اللي كحلوني ومشطوني، اللي اصلا لبناني ايضا من صغرتها، لهم 30 سنه هونيك، يعني كلنا عن جد مود لبناني. وبدي اتشكرهم، لازم تجيبيهم وتجي يا كريم، ما بتجي تروحي بتجيبيهم كلهم معك وبتجي. نعم اكيد. الاستوار عم بيكون كل سبت الساعه 11 مع اعاده الاحد الساعه 4:30، بس استثنائيا لانه في هلا اعياد رح تكون الحلقه نهار الاحد محل السبت الساعه 11 بفرنسا. هالمرة رح نقول من أمريكا على فرنسا، بدنا نرجع ننتقل بعدين على أمريكا مع حلقة مين؟ ريمو خوري. ريمو خوري الكاتب الأكثر مبيعاً، اللبناني الأكثر مبيعاً من اللغة الإنجليزية بالعالم. أول مرة بيعمل انترفيو بالشرق الأوسط لأنه very low profile، ما بيحب أبداً بينحكى عنه بس هو ما بيحب يحكي عن حاله. كمان بتشكر وتحية كتير كبيرة له، كمان كتير حلوة وكتير عنده فانز بلبنان، خاصة أكيد بساكل الليتيرير يعني. أكيد كارن بنقول لك موفقه، جود لك، انبسطنا بصبحيتك. نحن رح نتابعك على طول بكتاب اليوم، رح ترفقينا بكتاب. لا اليوم مش انا، بشوفكم بكره. بكره لك مع متر الكسون نجار رح يكون ضيف. اوكي موفقه، ونحن حنكون ناطرينك نهار الاحد اذا قال راد بحلقه الساعه 11 مع ريمون خوري. بريك مشاهدينا ومنتابعه.